الفرحة. كويس يا فندم اللي لقيتك صاحي. يا هان حاجات كتير يا باشا بتحصل في السجن وما ينفعش السكوت عليها. يا هان انا مش ناقص. معقول يا باشا مش عارف كل اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل؟ خلصني. المسجون اللي اترحل من السجن على المستشفى. ماله الزفت؟ قتل بدله بواحد تاني بعد سيادتك ما مضيته تصريح الخروج. يعني في مسجون هرب وتغير بواحد تاني. مصيبه هتدمر كل اللي انت بنيته، الاسم والسمعه والبيت وكل حاجه. اسمع يا هان، انا عايز اقول لك على حاجه. انا لما حصلت الحادثه وسألوني، بص يا عم انا ماليش دعوه بده كله. يعني ايه مالكش دعوه؟ مش دعوه يا اخي. يعني ايه مالكش دعوه؟ انا عايز افهم. انت اللي مش عايز تفهم. انا ماليش دعوه بكل ده، كل ده غصب عني. انا هقول لك على حاجه. اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه، انا خليني بره اللعب، خليني بعيد احسن. انتوا شويه ظباط في بعض تعرفوا تتصرفوا. ظباط في ظباط. وانت مش ظابط ولا ايه؟ مش ظابط يا اخي، مش ظابط. حتى لو ما كنتش ظابط، لو اي بني ادم عادي، ما ينفعش تسيب كل ده يعدي من تحت ايديك. المسجون اللي هرب ده واخد حكم عشان سرق. الراجل ده مد ايده بجيبي وجيبك وكل جيب في البلد. صدقني يا باشا، الموضوع مش محتاج لظابط ولا حاجه، الموضوع محتاج لبني ادم. بني ادم جدع. مالك يا رياض؟ في ايه تاني؟ برضه هتنام لوحدك؟ اصل ما ينفعش. انا هتقولي تاني الحادثه والعمليه؟ لا ما انا عايز خليتيني زي طبق الكوتش كوتشي. انا حفرتك ليك بحالي موجهك. هخلي الدكتور يحضر يخلصلك على حتى موجهك. انت يا ولد انت عايز مني ايه؟ انا هحكي لك. انا مستريحه. انا مستريحه. انت ازاي دخلت هنا؟ دخلت زي ما دخلت يا ست الدكتور. بصيت من الارض رشحت على الحيطه. احمد ربنا انك لسه عايش. وانا كده عايش. انا كده عايش. اتجننت؟ ده أقل واجب. ده أنا حمار مضيك الأرض، حمار مضيك الحيطان، همسكك من الضفاير اللي عاملاها دي يا ست الكتكوت، وهمسح بيك السقف. أنا هعملك زعافة، زعافة هشيل بيكي العنكبوت. اسمع، أنت لو ما خرجتش بره دلوقتي هندع لك الأمن. هيعملوا إيه يعني؟ أقول لك على حاجة، شيل مخ المرة دي وحط طلب كبدة بالسلطة. ده أنا هفرتكك، هعرقبك كده. انا هديك انصروف الكرسي من ابوخك عشان ده ممكن اخبطك باي حاجه، بس خايفه على العمليه يا غبي. اصعبش عليك غالي. انا بقى انا بقى اللي هعمل لك العمليه. عارفه العمليه تعديل؟ عارفها ولا مش عارفها؟ هطرفك مطوه من فوق واعور واخلع نفوخك واحطيه في نفوخ تاني. تصحى الصبح تلاقي نفسك بقيتي بنت خالتك. يعني انا وانتي هنبقى اتنين غيرنا.
انت ليه عامل في نفسك كده؟ ما تحسبها حسبة تانية. حسبة تانية اللي هي حسبتها تبقى ازاي؟ حسبة مراته اللي مش مراته، ولا بنت اللي مش بنتي، ولا شغل اللي مش شغلي، ولا شرب اللي مش شرب، ولا اكل اللي مش اكل، ولا البيضة ولا الفرخة. حرام عليك يا شيخ، خسرت حياتي ليه؟ انا مين؟ انا ابص ايدك، انا مين؟ انت مش رياض. انا مش رياض ولا الليمبي. يا لهوي على سنين السودا. انت عارف انت احسن من الاثنين. فكر فكر، ربنا خلاك كده ليه؟ تعرف انت لازم تعمل. مشوار لزنزانة 74. اشمعنى 74؟ اصل دي السنة اللي انا اتولدت فيها، وبعدين مش شغلك. مش شغلي يعني ايه؟ وطي صوتك، المساجين نايمين بقوا يناموا بمعاد الوقت ويصحوا بمعاد ادهم. ادهم؟ الظاهر انك نسيت نفسك. انت اللي نسيت نفسك ونسيت ان انا هنا مدير السجن، وانت الظابط هنا تحت طوعي. الشويتين دول تعملهم مع اي حد غيري انا؟ لا لا، اعمل عليك الشويتين دول وعلى اي مخلوق في الدنيا، وعلى السجن تمام، بصلاته بظباطه بدبابيره بغربانه. وعشان اجيبك من الاخر وتفكر ان انت لو ذراعي، اثبت ان انا مش انا. ابي اسم رياض. رياض باشا الانفلاطي، اقوى مدير سجن حصل. انت اللي علمتني يا باشا، انت اللي علمتني ازاي وامتى ابقى رياض وامتى ابقى الليمبي. مش هو ده علامك؟ ده لما تقف قدامي تقف انتباه من حديث. انتباه. تمام يا فندم. بس مدام سعادتك بقى بقيت رياض باشا، احب اقول لك ان مفيش حاجه تكمل في الموضوع ده الا بامرك انت، وامضتك موجوده على كل ورقه. يعني هتشرف السجن، هتشرف السجن. يم 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 يم. ايه ده؟ سده فزعتني؟ لا وانا اترعبت منك، اترعبت منك وركبه بتخبط على الجيران، ولا ياكل معايا الكلام اللي انت بتقوله ده. بالعكس ابسولوتلي. احب اطمنك يا سعادة الباشا ان انا مولود في السجن من ايام ما كانوا عاملين زنزانة للناشئين. ابني اسمعني كويس، افهمني، انت كده هتبوظ الحكايه كلها. الناس مستعدين يدفعوا لك الفلوس اللي انت عاوزها. مش عايز فلوس، ما بحبش اخد فلوس حرام مش من حقي ومسروقه كمان. انت اللي بتتكلم عن السرقه؟ مش عارف ما كنتش جاي مسكوب في سرة عمك. حقي حقي ومش عايب الناس حقي. اسكت. عاوز كام؟ مش عاوز فلوس. امال عايز ايه؟ عاوز ابقى محترم يا اخي. غبي. احترامي يا ابني اللي بتتكلم عنه. لو جابك ترى عمري محترم وكافح. عملت ايه؟ الناس حواليها بتهلب وبتعلق فوق، وانا بنزل تحت 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 تحت. لما بقيت تحت في البيت وفي الشغل وفي الشارع، بقيت برقانه بدرجه تانيه. انا معروف لامي، انا مستني الفرصه دي بقالي كتير. وهي جت. ساعدني يا ابني،
بقهشت طول عمرك عشان مستني فرصة تبيع فيها نفسك. يا راجل راجل، ده انا مستني نص فرصة عشان اشتري نفسي. افتح الزنزانة يا ابني، افتح. انا هخلي الرصاصتين يسلموا على بعض. اروح صرف يا اسطى، بطل يعني انت وهو. انت ما انت قلت له ايه؟ قال اللي كنت عاوز اعرفه منك. لا ده ايه يعني؟ ايه هخرم لك دماغك؟ امنع كلام اهلك. مش عايز نفس على السجن. كل ارجع على سريره، ارجع على سريرك. عرفت حاجه يا باشا؟ فاضل نص ساعه بتاعها. يبلغ الداخليه المسجون ده بتاعي انا. ده ما اتخدش الا من خلال انا سعاده الباشا. فاكر دي؟ سكم بكم. ودي؟ رصية الشعب. تمام يا فندم. تحيا مصر. هاني فين رياض يا هاني؟ ساب لي الاستبطانه والبدله بتاعته ومشي من هنا. يا ريت تحصليها يا مدام. جاي! انا مش رياض!